والثلثان للبنات جمعا. للبنات جمعا. ما هو الجمع يا أخي؟ نعم، شفت أنك ما أنت معي، اترك الكتاب يا رجل. البنات جمع، قال ما زاد عن واحدة فسمع، مفهوم؟ سمع وطاعة. بنتان، ثلاث بنات، عشر بنات، هكذا. نعم. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن. الثلثان لبنات الابن، نعم. فافهم مقالي فهم صافي الذهن. فافهم مقالي فهم صافي ذهن. تفكر في التجارة، تفكر في التعدد، تفكر في السيارة، في التجارة، لا لا لا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، ما استفاد شيء. مفهوم؟ خلي يقول فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد لله، كن واحدا في سيرك إلى الله في واحد، هذا الطريق الأصل، هنا اعتقاد، فلواحد لله، وهنا الباطن، وهنا الطريق، ثلاث أشياء. كلام ابن القيم هذا ليس بكلام تحسب طلاسم هذا. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. مفهوم؟ خلي هذا الكلام النكاح والكلام الفاضي هذا خليه، خليك هنا. نعم. فافهم مقالي فهم صافي ذهن. مفهوم؟ لا تشوش ذهنك بالكلام هذا. نعم. قال وهو للأختين فما يزيد. وهو للأختين شقيقات طبعا، لأن هنا أول شقيقات. قضى به الأحرار والعبيد. العبد ما يكون قاضي على قول صح في المذهب، وقول آخر يعني إذا قلنا يصح أن يتولى العبد القضاء أصبح قضاء لا إشكال فيها، وإذا لا يصح على مذهب الإخوان وهو مذهبنا قضاء يعني أفتى. مفهوم؟ نعم. بين الأحرار والعبيد. نعم. وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. نعم. هذا إذا كن لأم وأب شقيقات أو لأب فاحكم بها ما تصبي. نعم. انتهى من الثلثين. نعم.